أدى اليوم طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة الإنجليزية الأجنبية الأولى، وفي مؤتمر صحفي أكد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة رضا حجازي أن وزارة الداخلية بذلت جهدا كبيرا اليوم لتأمين لجان معينة، مشيرا إلى أن غرفة عمليات الوزارة رصدت عدة وقائع بلجان. طبعا الشرطة شغالة معانا بشكل غير عادي النهاردة، تحديدا كمان طول الامتحان، لكن النهاردة بذلوا جهد في بعض اللجان فورا وتحركوا فورا وأمنوا بعض اللجان، وهقولها في التقرير بإذن الله. وطبعا المطبعة ما فيش فيها كلام، المطبعة والجهة السيادية اللي متولية الطباعة طبعا قايمة بدور كويس جدا. وعايز أقول كمان إن هناك تقنيات مختلفة لأن احنا نضبط بيها الطالب اللي بيشير.